أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم نبض المواطن على قناة الجمال، على قناة الصحة والجمال. في البداية برحب بضيفنا الأستاذ محمد الشيخ. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. وقبل ما أبدأ حلقتنا إن شاء الله مع الضيف الكريم، حابب أقول للسادة المشاهدين حاجة. برنامج نبض المواطن يا جماعة معمول مخصوص للمواطن لحل قضاياه وعرضها على مكاتب المسؤولين لحلها إن أمكن. يا جماعة، إحنا مع الدولة، إحنا بنبني، إحنا سواعدها. فطبعا برنامج نبض المواطن سيجوب كل محافظات المحروسة، والبرنامج بيستمع لكل مواطن اللي عنده أي قضية إن شاء الله هيعرضها علينا، وإن شاء الله هنجيله لغاية بيته ويجي معانا الاستوديو إن شاء الله بإذن الله، ومشكلته هتنحل إن شاء الله. برنامج نبض المواطن إن شاء الله هيكون البرنامج الأول في مصر إن شاء الله، بفضل الله ثم بكم إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله معنا تقرير مع المواطن سعد شبل بقرية دعاء مركز بلطيم كفر الشيخ. هذا المواطن يا جماعة تعرض للخطف وتم توقيعه على إيصالات عنوة. طبعا احنا في بلد قانون، العملية مش تهديد ولا من الأشياء دي، لكن احنا في بلد قانون. طبعا ان شاء الله هنطلع يا جماعة بالتقرير مع الإعلامي عامر الهنداوي والمواطن سعد شبل، والتقرير هيكون مفصل عن الحالة اللي تعرض لها المواطن سعد شبل. وبعد التقرير يا جماعة هيكون معانا إن شاء الله ضيفنا الأستاذ محمد الشيخ، هيسلط الضوء على بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن في مركز طوخ. وهنطلع بالتقرير، اوعوا تروحوا في أي مكان. القضية اللي معارضنا المرة اللي فاتت ان هم بعد القضية الان بجنايات كفر الشيخ الدائرة الرابعة ومجالة سهام فتحي عبد المطلب الرفاعي بسجن طنطا العمومي، ام اخوها عبده فتحي عبد المطلب. بالراحة يا استاذ سعد، بالراحة يا استاذ سعد. القضية دلوقتي في محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الرابعة. الدائرة الرابعة المتهم فيها سهام فتحي عبد المطلب الرفاعي، دي الست اللي هي من الحلقة اللي قبل كده أو من ساعة الوقعة وهي محبوسة. تمام. لحد الوقت اللي احنا فيه مقيد حريتها. تمام. أما عبده فتحي عبد المطلب الرفاعي اللي هو أخوها، وفتحي الرفاعي عبد المطلب الرفاعي اللي هو جوز أختها وابن عماه، ما زالوا هربانين حتى الآن لما يتم القبض عليهم، وربما يكونوا خارج محافظة كفر الشيخ. دول مطلوب القبض عليهم لأنهم أضلع أو باقي أضلع القضية. لحد دلوقتي هم هربانين. تمام. مفيش أي معلومات عنهم؟ لا، أنا بالنسبة لي مفيش أي معلومات عنهم غير إن هم هربانين. تحركات الشرطة مشكورة، الشرطة تمت في نفس اليوم بالقبض على أختهم، بس ربما يكونوا هم خارج حدود محافظة كفر الشيخ. تمام. ربما يكون هم خارج حدود محافظة كفر الشيخ، فأنا يعني مش عارف هم فين بالضبط. أما هم الآن بيمثلوا تهديد ليه، لأنه بهروبهم خارج محافظة كفر الشيخ أو دخل محافظة كفر الشيخ هم لهم أصدقاء مجرمين زيهم. يعني حتى الآن الناس بتقابلني بيهددوني بيقولوا أنت هتنضرب بالرصاص وممكن تنضرب عربية تقتلك. الناس اللي بيهددوك تمام معلومين؟ لا، أنا بالنسبة لي ما أعرفهمش، لأن أشخاص أنا مش من نفس المنطقة. قابلوك إزاي طيب؟ أو قابلوني في موقف بلطيم. يعني وقفوك في موقف بلطيم وقالوا لك ان انت هتتقتل او تنضرب بالرصاص او تضربك عربيه لو ما تنزلتش عن القضيه. تمام. بلغت الشرطه بده؟ طبعا انا مبلغ الشرطه وقايل وقلت الحلقه اللي فاتت. لحظه التهديد قمت بتبليغ الشرطه؟ لا، ما بلغتش الشرطه لان انا ما اعرفهمش. هم غير معلومين ليا، يعني اشخاص انا ما اعرفهمش. طبعا دول مجرمين ولهم وشبكة الإجرام واسعة، لأن اللي يقوم بمثل هذا الفعل توقيع على 60 وصل أمانة على بياض
وثمان عرايض وعقد بيع البيت وعقد بيع الارض وتصوير عريان، تصوير الجزء الاسفل عريان، يعني ده هتك عرض وسرقه بالاكراه. قبل الحلقه حضرتك قلت لي ان باقي العيله او الاسره بتاعت المتهمين تمام في نفس القريه، في نفس القريه، العيله كلها في نفس القريه. مفيش حد تواصل معاك؟ لا، هم بيتواصلوا بيقولوا لي اتنازل عن القضيه. انا قلت لهم مش متنازل. اسلوبهم، اسلوبهم في الطلب؟ لا، اسلوب عادي جدا. بس يعني التهديد مش من ناحيتهم؟ لا، التهديد مش من ناحيتهم، من اشخاص غير معلومين. بس ممكن يكون هم اللي بيوجهوهم، لان هم لو هددوني انا ابلغ. تمام. يعني هم مباشره ما هددونيش، بس اشخاص، والاشخاص غير معلوم، اشخاص غير معلوم اكيد لهم يد فيهم، لان دولت مش هيقولوا من نفسهم، هم غير موجودين بالقريه، لان احنا منطقه صحراويه. يعني احنا اخر حدود كفر الشيخ، بعد مننا بحوالي كيلو بتبدا محافظه الدقهليه. تمام. والدقهليه محافظه حوالي 60 كيلو ارض صحراويه. تمام. ما فيهاش يعني ما فيهاش غير كلها مزارع سمك وكده، ما غير ماهوله بالسكان، فممكن يكونوا مختفين هناك. يعني من ناحيه الشرطه هو مشكورين طبعا، ده تعليق لكلام الحاج سعد، ان الشرطه هناك فعلا شايفه شغلها، مشكوره، ولكن محتاجين ان احنا نصعد موضوع تنفيذ الاحكام او نصعد موضوع البحث عنهم في محافظات تانية خارج محافظه كفر الشيخ، خارج محافظه كفر الشيخ طبعا، طريق النائب العام او وزاره الداخليه. الموضوع لازم يبقى فيه شبكه، هو فيه طبعا شبكه معلومات في وزاره الداخليه للرقم القومي والجهات المطلوبه، ولكن احنا بنطالب ان الناس المطلوب القبض عليها، لان هي على الجهاز على الكمبيوتر في مديريه الامن مش مسجل، ادام ما خدش حكم نهائي الاجراء القانوني ما بيبقاش مسجل على الجهاز او على الكمبيوتر. هو ما خدش حكم نهائي لحد الان، بس القضيه في الجنايات. هو من حق طبعا اي مواطن ان اسمه ما ينزلش على الكمبيوتر طالما ما لم يؤخذ باحكام قضائيه، ولكن عايزين الشرطه تلاقي حل لحاجه زي كده، تخلي مثلا على سبيل المثال على الجهاز الكمبيوتر بتاع البحث الجنائي يبقى فيه قائمة تانية للمطلوب الضبط عليهم. يعني انا من حق ان انا اسمي ما ينزلش على الكمبيوتر وانا ما عنديش احكام، ولكن لو مطلوب القبض عليا من جهة النيابة او استدعاء على النيابة، المفترض وزارة الداخلية تلاقي حل للنقطة دي، لان مازال طريق. طبعا ده اجراء احنا عارفين انه مؤقت. طبعا انا بنشد فخامة رئيس الجمهورية، بقول له معالي رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية، إنسان مواطن مصري يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ومقيم على أرض جمهورية مصر العربية، إذ لم يكن آمن في وطنه، آمن في بيته، آمن بين أهله، فمتى يعيش؟ يسافر أي دولة حتى يكون فيها آمن. وبناشد معالي وزير الداخلية، بقول له يا معالي وزير الداخلية، أؤمر رجالك الشرفاء بالقبض على المجرمين. وبناشد النائب العام، بقول له يا معالي النائب العام، ما مصير الأوراق التي قمت بالتوقيع عليها؟ أنا وقعت على أكثر من 60 وصل أمان على بياض، وعقد بيع بيتي، وعقد بيع أرضي، وعقد بيع جميع ممتلكات، والآن مهدد بالقتل، فما مصير هذه الأوراق؟ الأوراق الآن يهددوني بأنهم سيقومون بإبلاغ هذه الأوراق إلى جميع محافظات مصر، فهل أنا أعيش الآن دلوقتي مهدد يوم مش تكون في أسوان بوصلات امانه ومشكله اسكندريه؟ عم سعد، انا هحاول بس ان انا اوصلها للمشاهد، ان هو بيقول ان هو بيتلقى تهديدات ان هو هيتم توزيع الوصلات اللي هو تم التوقيع عليها على مستوى الجمهوريه. انا عايز اوضح حاجه عشان خاطر كل رجال القانون وكل رجال الشرطه في اللي شايفيننا دلوقتي بدايره في عقولهم، هو مفيش حد بيبلغ او بيحرر محضر لحد خارج المركز بتاعه. انت البطاقه بتاعتك فبيها مركز بلطيم، فاوتوماتيك مفيش اي محاضر هتنفع في اي مركز تاني، لازم يرجع لمركز بلطيم. يعني لو احنا افترضنا ان هو بيقدم وصل في اسوان زي ما حضرتك بتقول، النيابه هناك هترفض الوصل دوت لحاجه اسمها عدم اقامه في المكان دوت، عدم اختصاص النيابه بحضرتك. يعني لازم ترجع لمركز بلطيم ويتم الاجراءات ديت لمركز بلطيم، لان محل الاقامه المقام بالبطاقه الشخصيه بلطيم، مركز بلطيم. انا في 2012 يا معالي وزير الداخليه وحضره اللواء مدير امن كفر الشيخ، بما اني مواطن عمر الان 55 سنه وغير متزوج ومقيم بمفردي وعندي ممتلكات ارض واعمل بالمقاولات، قدمت في 2012 على ترخيص سلاح، وكان ترخيص السلاح عبارة عن طبنجة مسدس، وجاء تقرير المباحث كالآتي: لا مانع لدينا من حمل المذكور سعد شبل عبد سلامة سلاح ناري عبارة عن
مسدس بين قوسين طبنجه 9 مللي حيث انه طيب السير والسلوك وحيث انه طيب السير والسلوك مديريه مركز بلطيم وتحول مديريه يعني مركز بلطيم اقر بالموافقه لحيازه الحاج سعد ان هو يقدر ان هو يمتلك طبنجه 9 مللي ولكن مديريه الامن رفضت جارت المبررات غير كافيه فانا بناشد السيد مدير امن كفر الشيخ والسيد وزير الداخليه بقول له يا معالي وزير الداخليه ويا معالي مدير امن كفر الشيخ انا ما بطلبش منك ان انت تمشي حرس ورايا ولكن انا الان مهدد بالقتل وعندي ممتلكات فما المانع ان انت تديني رخصه سلاح حتى لو مؤقته في هذه الظروف احمي نفسي انا مش هقول لك مشي العسكري ورايا او مشي امين شرطه ورايا بس انا كمواطن يعني مصري من حق الدفاع عن نفسي المطالبه بحيازه سلاح او ترخيص بحيازه سلاح للظروف الطلقه اللي هو في قلبيها احنا بنتكلم عن ظروف طلقه لحد ما يتم القبض عليهم او اتخاذ اجراء قانوني ضد هؤلاء المطلوب القبض عليهم طبعا انا برضو بقدم التحيه لمعالي مدير امن كفر الشيخ ومأمور مركز شرطة بلطيم وشرطة بلطيم جميعا الكابتن سعد اللبيشي ومحمد باع فتاح وشريف بسكين ومحمد الأمين محمد سعيد والأمين سمير بخيت وجميع العاملين بمركز شرطة بلطيم وأقدم التحية لنيابة بلطيم والعاملين بنيابة بلطيم وكلاء نيابة بلطيم ومدير نيابة بلطيم وقضاء بلطيم جميعا ومدير وقضاء كفر الشيخ والنائب العام بكفر الشيخ المحامي العام بكفر الشيخ ورئيس محكمة كفر الشيخ وكل الناس دي ناس محترمة وقاموا بالواجب وأرجو منهم سرعة القبض على المتهمين والعدالة ناجزة لأن لم أكن أنا أعيش في وطن في وطني محمي فما فائدة وطن أنا كلنا يا فخامة رئيس الجمهورية سعد شبر يرجو من معاليك حمايته ويا مدير أمن كفر الشيخ أنا بوجه كلمة لك أخيرة أنا أرجو مقابلتك لنجار في النهاية أهلا بكم رجعنا لكم من تاني اتعرض التقرير احنا مش ضد أي حد أنا بشكر الإعلامي عامر هنداوي على عرض التقرير بطريقة سلسة طبعا يا جماعة احنا بنقول للخصم انت لك حق الرد احنا برنامج محايد الراجل عرض المشكلة ومن حقه ان يعيش في امان ده حقه وحق اي مواطن عرض المشكلة تمام وعايز حلها فانا بقول للاشخاص اللي ذكر او تم ذكر اسمائهم اتفضلوا والاستوديو مفتوح وانا طبعا معاكم ان شاء الله ونعرض حق الرد تمام يا جماعه طيب النهارده ان شاء الله معانا الاستاذ محمد الشيخ اهلا بيك يا استاذ محمد اهلا بيك اهلا بحضرتك يا استاذ عماد طبعا هتسلط الضوء على بعض طبعا القضايا او بمعنى اصح اللي بيعاني منها المواطن في مركز طوخ هتتكلم عن ايه في الاول يا استاذ محمد انا هتكلم عن مياه الشرب والصرف الصحي تمام المياه غير صالحه للاستهلاك الادمي بالمره ريحتها كريهه لونها متغير فبالتالي المواطن ما بيشربش منها بيضطر ان هو يشتري جيركن ميه ب 10 15 جنيه تمام. ليه تاني حاجه موقف هيئه النقل العام اللي هو موقف اتوبيس 920 تمام موقف اتوبيس 920 تم الغائه اللي هو بيودي من التحرير الى طوخ او من طوخ الى التحرير وكان بيخدم الكبير قبل الصغير تم الغائه والمحطه موجوده بالفعل تمام ادي حاجه تاني حاجه رصف الطرق بمركز ومدينه طوخ الطرق كلها مطبات مش كويسه عندك شرق مدينة طوخ حتى الآن لم يتم توصيل الصرف الصحي به تمام يعني المواطن بجد حقه فين أنا بتكلم يعني حق المواطن من المفروض سيادة الرئيس الدولة يعني يشوف حق المواطن ويدي المواطن حقه تمام
علشان اولادنا بيجي لهم امراض بسبب الميه وبسبب الاتربه اللي موجوده في الشوارع بسبب المواصلات، ابنائنا بيتبهدلوا بسبب العناد. تمام، بنشكر الاستاذ محمد الشيخ على تسليطه الضوء على بعض المشاكل اللي بتعاني منها طبعا او بيعاني منها مواطن مركز طوخ. يا جماعه انا حابب برضو اقول حاجه، في قرى كتير جدا 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 اسمها المغضوب عليها. انا بناشد السيد محافظ الالبيا الراجل المحترم طبعا، بقول له يا ريت ينزل البلاد اللي متشاله على الخريطه خالص، بلاد زي كفر الوان، زي الحصه، زي الحدادين، بلاد فيها طبعا ناس غلابه مش قادره توصل لحضرتك. انت راجل محترم وكلنا بنحبك، بس يا ريت نتحرك من على مكاتبنا تمام. فطبعا يا جماعه الختام طبعا في نهايه لقاء يا جماعه، بقول لفتاه المنوفيه اللي سقطت من قطار المنوفيه بعد أدائها امتحانها بالأمس، بقول يا جماعة إن ما يكون فتاة خلصت امتحانها ومروحة بيتها وقعت من القطر وسابوها تنزف لمدة 22 دقيقة، فين المسؤول؟ ومفيش مسؤول اتحاسب، فين المسؤول؟ النهاردة لما كل الناس تقف وتشوف البنت مرمية على القضبان ومش قادرة تمد ايديها عشان خايفين ومفيش مسؤول يتحاسب، فين المسؤول؟ النهاردة لما ما يكونش في وحدة إسعاف في كل محطة النهاردة. طبعا يا جماعة في النهاية بقول طبعا تواصلوا معانا طبعا الأرقام معاكم، وفي النهاية بقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.